للحديث عن ارتفاع أسعار الطحين في العراق كأزمة جديدة تضاف إلى أزمات العراقيين ومسؤولية السلطات الحكومية عنها، معنا من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا بك دكتور صباح. يعني لعل البداية تكون في الحديث عن السوق العراقية والتي تعاني منذ أيام من ارتفاع كبير في أسعار الطحين. السؤال هنا، هل أضحى رغيف الخبز حلما لدى العائلات العراقية؟ تحية لكم. حقيقة ما يحصل في العراق هو انعكاس للأزمات السياسية بالدرجة الأولى، ولذلك نلاحظ بين فترة وأخرى تختلق لنا مختلف أنواع الأزمات، يعني خاصة ما يخص حياة المواطن ومعيشته. نعم. منذ عملية رفع قيمة الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي حقيقة الذي تأكل من دخل الفرد العراقي بنسبة لا تقل عن 20 إلى 25% من معاشه، وعندما تدخل عمليات التآكل أكثر في دخله بسوء توزيع البطاقات التموينية التي ترصد لها أموال كبيرة جدا ممثلة هذه المبالغ بوزارة التجارة. نلاحظ موازنة 2020 كانت لا تقل عن 2.6 تريليون دينار. نعم. أما في موازنة 2021 التي قاربت على الانتهاء هناك تخصيص لوزارة التجارة والبطاقة التموينية وغيرها ودعم الفلاحين ودعم الإنتاج لمختلف أنواع الحبوب والمزارعين، وتسديد ما على وزارة التجارة من ديون للفلاحين ومستحقات للسنوات 19 وكذلك أيضا 20 ما زال لغاية الآن لم تستلم. نعم. كلامك هذا ربما يقودنا إلى سؤال آخر دكتور، يعني أين مشاريع الدولة لدعم الطحين؟ أين مشاريع الدولة أقول لدعم الطحين ورغيف الخبز؟ ألا يفترض ذلك أن يكون أحد أولويات الحكومة؟ أثبت حقيقة لا يوجد لدى الحكومات المتعاقبة منذ 2003 ولغاية اليوم أي شكل من أشكال عمليات التخطيط للاكتفاء الذاتي الزراعي بالعراق. العراق يمتلك الإمكانيات أن فعلا يمول ما لا يقل عن 150 كما ذكرتم في تقريركم 150 مليون من الأراضي الزراعية الموجودة، وبالأموال الداخلة والإيرادات العالية في استثمار الزراعة، ولكن هناك سياسة حقيقة لا تخدم المواطن بل تخدم القوى السياسية التي أفسدت كل شيء بما فيها الزراعة. دكتور صباح، ولذلك نلاحظ هذه الأسبوعين أكمل تفضل هذه الأسبوعين الماضيين في ارتفاع أسعار الطحين هي عبارة عن انعكاس سياسي لسوء الإدارة. سوء إدارة الحكومة الممثلة بأحزابها منذ 2003 ولغاية الآن. هذا يشكل إنه خطر كبير جدا يتزامن مع انخفاض نسبة الأمطار، شحة المياه خصوصا ما قامت به كل من إيران وتركيا في تخفيض إيرادات المياه للعراق. ربما هذا بالتحديد ما كنت أود أن أسألك عنه دكتور صباح، يعني كيف للحكومة أن تقبل للحكومة الحالية أن تقبل باستمرار قطع إيران للمياه عن العراق، الأمر الذي تسبب كما تعلم بالإطاحة بالخطة الزراعية وبالتالي أسفر عن ارتفاع أسعار القمح والحنطة إلى مستوى غير مسبوق؟ نعم، وهذا متوقع في أبريل القادم نهاية الموسم الزراعي للحبوب بالعراق، قد يكون لا إنتاج المحلي لا يزيد عن 2 مليون، بينما 2020 أنتج العراق قرابة 4.532 مليون طن. هذا يدلل على حالة فوضى عمليات التخطيط الزراعي بالعراق، ولذلك نلاحظ موسم الأمطار الضعيف جدا،
المتغيرات المناخية اللي انعكاسها على الأرض وحالة التصحر التي تصيب العراق، تأخير عمليات الدعم لمستحقات المزارعين منذ 2019 ولغاية اليوم، وهذا لا يشجع الفلاح في عمليات إنتاج وبيعه إلى الحكومة. لذلك نلاحظ الشكل عندنا نقطة خطيرة جدا في ارتفاع الطحين، وقد يؤدي ذلك إلى انتفاضة جديدة في العراق. دكتور صباح علوة الخبير والباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.